بعد ساعات من فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية، كشفت وزارة العدل الأمريكية عن تحقيق بقضية جنائية تتعلق بمحاولة اغتيال الرئيس المنتخب خلال الحملة الانتخابية. وفي تفاصيل الحادثة، طلب مسؤول في الحرس الثوري الإيراني من أحد عناصره في الولايات المتحدة إعداد خطة لمراقبة ترامب واغتياله في سبتمبر الماضي. هذا العنصر اسمه فرهاد شاكري، تعرفه السلطات الأمريكية، فقد سبق وأن تم ترحيله بعد أن تم سجنه بسبب تورطه في عملية سرقة. وبحسب لائحة الاتهام، كان شاكري الأفغاني والعنصر الموالي للحرس الثوري والمشرف على إعداد الخطة أمام خيارين: تنفيذ خطة اغتيال ترامب في الوقت المحدد أو تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات. وفي وقت سابق أبلغ المتهم فرهاد شاكري مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه لم تكن لديه نية لتقديم خطة لاغتيال ترامب إلى إيران. ويشير ملف القضية إلى أن الحرس الثوري كان يراهن على فشل ترامب في الانتخابات، وهو ما جعله يعتقد أن اغتياله بعد الانتخابات سيكون أكثر سهولة. علي الماجري، العربية.